مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خروج ليست. وهذه الحلقة راح تتحدث عن أفضل وأهم 10 فرق في تاريخ اتحاد WWE، حيث يعتبر لقب الفرق أحد أهم الألقاب في تاريخ WWE، لأنه ثاني الألقاب بعد لقب العالم. قد مر لقب الفرق بعدة مراحل، حيث كان ظهره الأول باسم WWE World Tag Teams وفي عام 2002، أي بعد الدرافت، حين تم تقسيم النجوم والألقاب بين عرضين رو وسماك داون. كان في عرض رو لقب World Tag Team، وفي سماك داون لقب WWE Tag Team، وقد تم توحيدهما في عام 2009 على يد فريق الكولون. وفي عام 2016 حين عاد الدرافت أصبح هناك لقبين فرق، واحد لرو والآخر لسماك داون. وهذه القائمة تم ترتيبها بناء على وجهة نظر فريق عمل خروج المصارعة، وهو اجتهاد منا قد نصيب بكل تأكيد قد نخطئ. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. في المرتبة العاشرة فريق البريتش بولدوغز، وقد حققوا لقب الفرق مرة واحدة، وقد بلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 294 يوم. المرتبة التاسعة فريق الوايلد ساموانز، قد حققوا اللقب الفرق بواقع 3 مرات، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 431 يوم. المرتبة الثامنة فريق الهارت فونديشن، وحققوا لقب الفرق مرتين، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 483 يوم. المرتبة السابعة فريق الدوميليشن، قد حققوا لقب الفرق 3 مرات، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 698 يوم. المرتبة السادسة فريق النيو داي، وقد حققوا لقب الفرق 4 مرات، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 586 يوم. المرتبة الخامسة فريق الأوسو، قد حققوا لقب الفرق 5 مرات، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 451 يوم. المرتبة الرابعة فريق نيو ايج اوتلوز، وقد حققوا لقب الفرق 6 مرات، وبلغ مجموع ايام احتفاظهم باللقب 504 يوم. المرتبة الثالثة فريق الهاردي بويز، قد حققوا لقب الفرق 7 مرات، وبلغ مجموع ايام باحتفاظ 205 يوم. المرتبة الثانية فريق ايج وكريستيان، حققوا لقب الفرق 7 مرات، وبلغ مجموع ايام احتفاظهم باللقب 207 يوم. وفي المرتبة الأولى فريق الدادلي بويز، وقد حققوا لقب الفرق في اتحاد WWE 9 مرات كرقم قياسي، وبلغ مجموع أيام احتفاظهم باللقب 302 يوم. إذا
إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا اللايك والسبسكرايب والشير وتشاركونا آراءكم تحت في تعليقات عن فرق أخرى تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز. كان معكم أهلان ونلقاكم الأسبوع القادم ودمتم بخير.